أو تي طريق الجيب ضحية ما طريق اسمه كل يوم مشيك كل يوم هاك تشوف موبيل دخلت في ديبانور والله مشكل كبير ودخلت في هذا الكاميو اللي راه قدامكم شوف وين قارة زاد دير كارثة شوف وين زاد قارة قارة في هذه البلاصة هذه خوتي راها ممنوعة وشحال من خطرة نهضروا فيها وين دخلت في هذا نورمال ما يقاريش هنايا ممنوع منع بيت تقاري هنا خوتي آلاف المرات يعني ونهضروكم الناس كامل راهي تهدر نورمال من الناس راهي على بال هذه راه الطريق للنجدة انسان كيروحوا للفرانات يدخل هنايا السيدة ودخل فيه ديريكت مول باربريز راح طوموبيل راحت بالك هو مات يعني سبحان الله العظيم ناس تسوق وهي راكدة ناس عارف روحك عيان ولا نعسان ولا قاري 5 دقائق 10 دقائق ارقد بيك بالعائلة تلحق روح غلبة ولا تموت وزيد بالك يموتوا معك وليداتك علاه انسان مشغر وشفت واحد دار لك الاشارة عليه راح تخرج هو ما يرحمكش هو يخرج معاك تدخل فيه من اللور او باش يدير حسابه انه مثلا او دارك نين طون قدره ما كانش شفت واحد دار الاشاره لازم تحترمه خاصه لكان هو دارها قدام قبل وانت بعيد عليه كاينه ناس ديرلو الاشاره تقول له مثلا هذه انك ما تدوبليش وتخرج تدوبلي هو يجي سيلياني تروازيام بوزيسيو ويصرفك فيك من اللور هو عنده اولويه اللي دار لك الاشاره هو الاول هو اللي يستاهل انه يخرج بالك السيد راح بس قدامه فجاه بالك ما كفاوش الفرانات حنا مثلا السيميرا ما يحبش باش كيما الطوموبيل لازم الانسان خوتي لازم نعرفه الطوموبيل والكاميو مش كيف كيما الطوموبيل تضع عليها تحبس في متر في زود الكاميو مع سخانه تاع الفرانات وكم تشوفوا درجه الحراره 38 تلض عليه يعبس لك من البلاك الصفر هذه خوتي لازم نعرفه ولازم توعاو على الانسان هاي وش من فايده يرحم والديك روح الطوموبيل في ديبانور تاع شي السبيطار ولا مات ولا علاه هذا كامل تهور البلاك تقول 80 ولا 60 ويمشيو 140 في المنحدر ومنحدر خطير هذا وكل الاف الناس كل يوم كل يوم حوادث 5 مليان جبة عيا بوزكزة هذو الهبطة على المنصورة هذو كامل كلاو الناس نسرها راح تطير سبحان الله العظيم لازم توعاو شوية تثقفوا شوية تجيت باش تحوس ولا جيت باش تدي طريق تاعك خلي الرحلة تاعك تكون سعيدة كما جيت كما تروح هلا الإنسان يروح في كروسة ولا يروح في صندوق بعيد الشر عليكم والله العظيم عاد الإنسان هذا وين لقيت في الخرجة تاع وهران سيمي تحرك مرة وذا الأولى الأخرى راح علاه أو شفت الفرانات تاعو كاينين أخرين تسيل يانيل وتقول له ها الروض تاعو كيدخنو يهز لك كتافو هاك يقول لك دبر راسو خوتي لازم الإنسان ما يكون جاهل والله واحد محلول الباب سيل ياني نكلاكسوني قريب نلحق المية مية على جالو طلقت على جالو باش نقول له الباب خفتو لا يطير يدير كارثة يقول قاعد يهبط في راسه ويطلع قال لي على بالي به يا سبحان الله العظيم على بالك به وزي تمشي احنا عندنا تغنات اكثر من الدنيا كامل علاه تغنات حتى في هذه الحوايج ها في الفايده تاعك علاه تدار الباب باش يقاري برك يدير له الباص تاعه ويقفله ما بغاش واحد الباب تاع الكيميو تاع ركابين تاعو يطير يدير 1200 ولا 1300 واللي وجه الله سيلياني صونيت لحقته والكمين تاعي محدد باش ما يطيرش والله مشيت وراح وخلاني ويجي حتى هو الحامول منين شارجيو من بعد مشيت وقت لقيت الباب تاعو طاير تكسر راح عفسو والله لا راح له باب يدير 1100 ولا 1200 عليه هذا عليه كامل ضربنا الغاز كامل ما على باليش كيفاش ربي ان شاء الله يبصرنا بعيوبنا خوتي لازم توعاو لازم تثقفوا وربي ان شاء الله يحفظكم ويستركم راه الصيف وراه السخانه وراه على بالي الناس راه تعبانه وعلى بالي الناس ومقدر ظروف الناس ابائي وخوتي بس الانسان شاف واحد يسيل يانيل ولا حاجه ولا زيت يسيح يحبس بالك راه صرات لك حاجه بالك طوموبيل راه يشعل بالك كاميوك ما على باليش كيفاش صرالو والحمد لله راه ما كانش قال رانا في الخلا ولا رانا في الصحراء خفت منه والله لا الناس مزروبه الناس كامله
متهوره ما على باليش كيفاش. لازم الانسان يكون متفطن، والوقت خمس دقائق هذيك راح تسكر باب ولا تدير حاجه ولا راح تطير لك ولا حاجه وتروح في لما تكمل المسار تاعك انت مرتاح والناس اللي معاك في الطريق مرتاحين. علاه تروح تدير كارثه تصبع في ديبانور تصبع ما على باليش تحير والديك كاين اللي راه طوموبيل مش تاعه وكاين اللي راه نتاع الوكاله كاين اللي راه يسوق بواحد كاين اللي راه شاري هذاك ما يسعي راهي ربي العالمين وليها من بعد يصبح يطلب ربي ان شاء الله يحفظنا ويحفظكم خاوتي في التأني سلامة في العجلة ندامة انساني فوق بروحه واش راه يدير وربي ان شاء الله يحفظكم. السلام عليكم ورحمة الله.